وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يعني من عمل، من رزق، من كرامة، من إذلال، من تطور، من تأخر، هذا من يعرفه؟ لا يعلم ما في الغد إلا الله عز وجل. وفي صحيح البخاري أنشرت جارية بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. فقال: لا، لا تقولي هذا، لا يعلم ما في الغد إلا الله عز وجل. أنكر عليه ولا ما أنكر عليها؟ مع أنها جارية صغيرة، هل قال يمشيها صغيرة؟ لا، لا يسكت عن باطل صلى الله عليه وسلم. وأهل الباطل يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل جارية صغيرة فقال: أين الله؟ قالت: في السماء. قالوا: هذه حديثة سن صغيرة جارية، لما قالت أين الله الرسول صلى الله عليه وسلم مشاها، يعني تجاوز عنها لصغر سنها. وهذا كلام يقوله يعني كتاب وعلماء قبل مئات السنين، قبل 700-500 سنة، تجد بعض الناس يستخرج قال فلان في القرن الفلاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم تجاوز عنها لصغر سنها، وهذا باطل، لأنه لو تجاوزها لصغر سنها معنى الرسول معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر باطلا. وأنتم تقولون بأن الله في السماء، هذا باطل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقر الباطل؟ كلا، حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقر باطلا. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما أنكر على من ومن ومن، على الصغار وعلى الكبار وعلى الأعراب وعلى الجهال، ما ترك أحدا. فها هو الحسن أو الحسين يأكل تمرة من تمر الصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كخ، أما شعرت أننا تحرم علينا الصدقة؟ تمرة يا أخي، كلها تمرة، ما تركه. وهذه الجارية تقول: فينا رسول الله يعلم ما في غد، تركها؟ قال: لا، لا يعلم ما في الغد إلا الله. وهذا أعرابي يبول في طائفة المسجد، أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا هذا، إن المساجد لم تبنى لهذه القاذورات. وآخر 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 يأكل، غلام طاشت يده في الصحفة فقال: يا غلام، بسم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. يعني هل يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الآداب للصغار ولا يصحح عقائدهم وهم يقولون الباطل؟ حاشا وكلا. فلما قالت الله في السماء أقرها، لأن هذا هو الحق. طيب.